اهلا وسهلا مشاهدي قناه سان تيفي سبور في موجز الاخبار. يقص فريق الرجاء الرياضي وصيف البطل للموسم الماضي والفائز ببطوله كاس محمد السادس انديه الابطال شريط اولى دورات البطوله الاحترافيه لكره القدم اليوم الجمعه، وهو يحل ضيفا ثقيلا على يوسفيه برشيد على الساعه 7:15، فيما ستكون المواجهات الاخرى عن نفس الجوله هي كالتالي: المغرب الفاسد ضد نهضة بركان، أولمبيك خريبة يستقبل مولودية وجدة، فيما يلعب شباب محمدية بن عبد البشير ضد الفتح الرباطي، أولمبيك آسفي في مباراة محلية أمام غريمه الدفاع الحسني الجديدي، وحسنية أكادير يستقبل سريع واتزم، فيما الوداد الرياضي بطل الموسم الماضي يستقبل فريق اتحاد طنجة. أما مباراة الجيش وشباب السوالم فقد تأجلت إلى وقت لاحق بسبب مشاركة الفريق العسكري في المباراة التمهيدية عن مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وفي خبر آخر، اليابان تنسحب من تنظيم كأس العالم للأندية. أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم عن انسحابه من تنظيم كأس العالم للأندية المقبلة التي كانت مقررة إقامتها في طوكيو. وقد أكد الاتحاد الدولي للعبة في بلاغ له أن اليابان لن تتمكن من تنظيم النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بسبب تداعيات فيروس كورونا. المنتخب المغربي لكرة الطائرة يضمن بطاقة العبور للدور التالي من كأس إفريقيا لكرة الطائرة، والتي تحتضنها حاليا العاصمة الرواندية كيغالي، وذلك بعد انتصاره اليوم على كينيا بثلاث أشواط مقابل واحد لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة. تعاقد فريق الجيش الملكي لكرة القدم مع المهاجم إسماعيل خافي في صفقة انتقال حر قادما من مولودية وجدة. وعلمت سان تيفي سبور من مصادر مقربة بالفريق العسكري أن خافي فكر ارتباطه من جانب واحد مع المولودية الوجدية، وذلك بقرار من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسبب عدم توصله بمستحقاته المادية العالقة والتي فاقت أكثر من 3 أشهر. نكتفي بهذا القدر مشاهدي قناة سان تيفي سبور. دمتم بخير وإلى اللقاء.